حكم الهوى وشرد غايم تشري، حكم الهوى وتفرق الحلوين، حكم الهوى وشرد غايم تشري، ما بدك تعاقبه؟ مو انت عرابي؟ خلص اكرم عيني، هلا بعد الفطور حشد لك اياه من اذنه. ايه منيح، مو هيك كنت تساوي نحن صغار؟ ايه والله مبلا، بس هلا بقى صرتوا كبار، لازم تكون العقوبة أكبر من هيك. حأصل لك شعره، رضياني؟ دايما أنا شبعت. وين جدو؟ ما بدك تستني ابن خالي؟ لا جدو عادي. لو بتشبع هي من خالة لازم يشبع طبيعي. يلا قوم بلا خلاص على نسيان شو عنا اول محاضرة. يلا ماما ديري بالك على حالك. وانا رايح. يلا كمان الله يرضى عليك. يلا جيبي بطاريات الريسيفر. حبيبي الريسيفر تكرم عيونك. حاضر شكرا. يلا شكرا تفضل. الله معك. مع السلامة. وانت مالك رايحة على شغلة؟ أنا بكير للحصة الثانية، هلا بساعد ماما بلم الصفرة وبعدين بروح. لكان الله يرضى عليكي، هلا بس تخلصي أكل، اعملي لنا فنجان قهوة لنشرب على رواق. لا هلا تكرم عينك. يلا قوم. ما طولي بالك ما بياكل. وين الأولاد؟ تأخرنا. مريانة بغرفتها عم تجهز حالها وأمجد نزلت.
نزل ليش سبقني؟ نازل على قصر العدلي عنده موقع وناطره بكير. وليش ما خبرني؟ حبيبي كنت بالحمام. هلا ما بيقدر ينتظر دقيقتين ليخبرني. ايه شو بيعرفني؟ قال مستعجل كثير. بابا انا جاهزة. يلا بابا خلينا نمشي. الله يحميكم نارا. يا صباح الخير. وهي ملك عملت لك القهوة. تفضل. الله يزيد فضلك. محزن، بتعرفي شو عم فكر؟ شو؟ عم فكر هالملك وبنتها بعد ما بموت انا وياكي شو بدي اصير فيها؟ بعيد الشر، مين جاب سيرة الموت هلا؟ هلا بعيد الشر عني وعني، بس نحن مثل كل هالناس بالاخير بدنا نموت، طيب ملك وبنتها ما بدنا نأمن له مستقبلهم؟ مزبوط هذا الكلام، بس اكيد اخواتها ما رح يتخلوا عنا وهي رح تضل عايشة معهم. هذا حكي فاضي. حكي فاضي؟ ليش امتى اخواتها قصروا معها؟ القضية مو اكل وشرب، القضية بالحياة في شيء تاني. ايه مزبوط هذا الكلام، بس هلا ماسا رح تتخرج وتصير مهندسة ورح تتوظف ويصير لها راتب وامها لها راتب، يعني بيصرفوا على حالهم. انا ما قصدت المصروف، قصدت المأوى. المأوى وين بدها تتقاوى هي وبنتها؟ بعدين دخيلك يعني حازم ومرته بيرضوا يخلوهم معه؟ ايه لا تاكل هم، بكره ماسا بتتجوز وبتاخد امها لتعيش معها. وبركي جوزها ما وافق؟ بسيطة، تستأجر لها غرفة تعيش فيها. ايوه هذا اللي طلع معي. طيب قلي شو الحل؟ بدي اكتب نص هذا البيت لملك. شو هالحكي؟ لأنه أيمن أخذ الطابق الفوقاني وحازم أخذ المحل، فحأكتب نص البيت لحازم ونصه لملك. يكون بعلمك إذا حازم ما بده أخته معه بالبيت أكيد رح يعذبها ورح يطفشها حتى وإن كان نص البيت باسمه. بعدين ماسا أكيد رح يطلع له ورثة من أبوه. ورثة؟ لك إذا مصروف مدرسة وجامعة ما عطاها أصلاً ما تذكر يزورهم زيارة، بدك تيجي تقولي لي هلا ورثة؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، اعمل يلي بدك اياه واللي بتشوفه مناسب. يا ستي ماني مصدق انه بقي على شهر مخلص الجامعة بقى. والله انا بحب الجامعة، بعدين رح اشتاق لها القعدات الحلوة ولفقاتنا. حبيبتي بس تخرج والله ما رح خليك تشتاقي لحدا بالدنيا غيرك. ليش بقى؟ لأنه رح نتزوج، فمن كتر السعادة رح عايشك فيها رح تنسي كل شي صاير معك قبل. بس أنا بدي فترة خطبة، يعني شي 4-5 شهور. حاجتك شهر. طيب أيها شو رأيك تخطبني هلأ مشان بس نتخرج نتزوج دغري؟ هلأ أنا ما عندي مانع، بس بدك تعطيني شوية وقت لألاقي فرصة مناسبة افتح مع أهلي الموضوع. موافقة. آها طيب شو رأيك اليوم نروح عالديسكو؟ ديسكو؟ ايه والله شو بكي، خلينا نجن، خلينا نجرب ننبسط نتسلى نغير. أيهم شبك معقول؟ لك قال معقول طبعا حبيبتي معقول، لما الواحد بحب كل شيء مو معقول بيتحول لمعقول وزيادة. معناتها انت اللي لازم تخترع الحجه مشان اخوالي يوافقوا. هلا بدك تضلك طول عمرك خايفه من اخوالك؟ والله حضراتهم ما قصروا لا معي ولا مع امي، فطبيعي ضل خايفه. بس يا عم سهلنا كثير تغيروا لما كبرنا. مزبوط، بس طعم الكف لساته تحت دراسي وصوت الكف على وش امي لساته عم يضج بابني لهلا. لا ما سايك بدي يزعل مني، هذا اسمه حقد. حقد؟ لا حقد ولا شيء. معقول احقد عليهم وهنن اللي يقوني انا وامي من الشارع بعد ما رمانا بابا؟ طيب سؤال،
انت ما بتشتاقي لابوكي؟ لا، لشو بدي اشتاق؟ لوشه ولا لصوته ولا لحنانه ولا لهداياه؟ طيب ما بيجي عبالك تشوفي اخواتي؟ كمان لا. طيب سؤال رابع، مالك مشتاق نفوت نحضر المحاضرة قبل ما يتزعم مزاجنا؟ لا. حاجتك بقى يلا. بس مرت خالك سراب هي اللي حطت الملح. عم قول لحالي شو عم تقولي؟ ولا شيء، ستي مالها بالعاده تكتر ملح بالاكل. قصدك انا اللي ما بعرف اطبخ. هو علينا، شبكي مرت خالي؟ ليش بدك تعملي من الحبه قبه؟ ماسا خرسي وسكري تمك وتأدبي بالحكي مع مرت خالك. ايه هي سكرت تمي. بابا ماسا عبرت عن رأيها، يعني ما عملت شيء كتير كبير. والله شو؟ تروح تعبر عن رأيها ببيت اللي خلفها، مو عندي أنا هو. إذا بتلاحظ نحن ما عادي عندك بالبيت، نحن ببيتنا. شيء حلو كتير. ما كان ناقصني غيرك أنت تحكي يا فصحوم. أيمن، خلصنا بقى. يا حبيبي، هلا كلكم صفيتوا معها؟ وأنت ملك خانم، ست الحسن، ما بدك تعبري عن رأيك وتتدللي عن النعمة يلي عم نعطيكم إياها أنت وبنتك. أيمن! يا ريت تخلص من ست حلقة. هلا هيك يا ابي، هي شو عليه؟ سراب مريانة امجد، قوموا خلونا نطلع على بيتنا، والله غنانا عن هاللقمة. هذا اللي كنت خايف منه. ما في شيء جديد، كل يوم والتاني إنه هيك هزة. مشان هيك عم قلك خايف على ملك وبنتها. أنا ما بدي ولادك يتسلطوا عليهم. لازم تحط حد لهالموضوع. ما بقى يأثر فيكي هذا الحكي، ما بتفهمي؟ صرنا بنعرفهم لأخوالك، هنن حكيهم قاسي، وعك تستني منهم إنه يتغيروا. أنا هلأ تحديداً ما بقدر أتحمل أسمع هالحكي. ليش هلأ تحديداً؟ لأني كبرت. بالأول ما كنت قدراني دافع عن حالي وعنك ضد وحشيته، بس هلأ ما عاد أسمح لحدا يقهرني ويتسلط علي وعليك. أمي هدول إخوالك ما أنا نوحوش، بعدين هن رح يضل لهم سلطة علينا وهذا حقهم. حقهم؟
ايه حقه. طالما نحن عايشين عندهم وعم بيصرفوا علينا صار لهم سنين هذا حقه. امي اذا عم بيطعمونا هاللقمه بدهم يفلحوا علينا. امي انت كل عمرك بتشاركي بمصروف البيت من قبل ما تتزوجي ولما تزوجتي ولهلا. لك اذا الواحد بيربي الكلب بيطعميه وبيقاوي. نحن عايشين معهم. مزبوط نحن عايشين معهم ببيت. هانت امي هانت شوية وقت ومنخلص من كل هالعذاب. شو رح يصير؟ السنة بتخرج وبس اتوظف لكل حادث حديث. خوفتيني. انتي بشو عم بتفكري؟ لا تخافي امي ما في شي بيخوف. اياها من الاخر. ما سمعت بينحكى معها كلمة غلط من اليوم رايح، سمعانة؟ ايوه، ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ لأنها رفيقتي بالجامعة، لأنه كبرنا سوا، لأنه ما بيصير تمسح فيها الأرض على الطالعة وعلى النازلة. ايه هذا الحكي روح احكيه لأبوك ولعمك، مو لإلي أنا شو دخلني؟ بتعرفي شو؟ حقموا عليهم، حق جدي وستي اللي قبلانين تنزل بنتهم وبنتها مشان أكلهم وشربهم ونومتهم. يا ايهام يا حبيبي يا امي، المرأة بمجتمعنا بس تتطلق بتتعامل هيك عادي عادي. طيب بدي اسألك سؤال، انت بترضي لحالك هالعيشة في حال السيد الوالد طلقك؟ تف من تمك، بعيد الشر عن قلبي. عم نفرض جدلا. ايه بلا بلا هذا العلاك الفاضي. بتعرفي شو؟ عن جد مثل ما بيقولوا، اكبر عدو للمرأة هي المرأة نفسها. نسوان شو قصدك ولا؟ ايهام ايهام تعال هون. شو هاد؟ شو هالحالة هي؟ كل ما زعلت الست ملك وبنتها بدها تطلع الطبشة براسي. لا وما بيحردوا غير وقت الأكل، والله ميتة من الجوع. اضربوا انتوا هالعيلة، ما بدي قهوة كمان. يسموا بدنك. طيب خلص خلص، لك روقي. روقي والله العظيم لنسيكي كل شيء، لنسيكي أبوكي وأمك وكل الدنيا. طيب ماشي. حبيبي شو مشان مشروعنا اليوم؟ اي واحد منه؟ لو شو سيدي شو اتفقنا نعمل اليوم؟ بس معقول انت مانك شايف كيف الظرف؟ بالعكس، لانه هيك الظرف لازم نطلع نغير جو. طيب وكيف بدنا ناخذ لوكيشن معي؟ انت هدينا وتركي بالصالي، اعملي فنجان قهوه وجماعه كله يقعدوا بالصالون ونشوف شو بيطلع معنا. طيب يلا باي. ماشي باي. مين عم يحكي معك امي؟ امي هاي رفيقتي بالجامعة. امي انت عن جد رفيقتي؟ اي والله ما حسيت حالي. طيب امي امي رح اعمل لك قهوة ونعزم تيتا وجدو وبيت خالي حازم. يلا حبيبتي مروق الجو. يلا حبيبتك يلا. خلص من اليوم ورايح صرنا نتغدى هون ببيتنا وما عاد في داعي لهاللمة العائلية. طول بالك بابا، القصة ما أنا حرزانة. لا سيدي حرزانة. بابا فيني اسألك سؤال؟ هات لشوف. شو كمان انت التاني؟ انت بتكره عمتي وبنتها شي؟ اسمعوا على السمعة، اكيد ما بكرهها. معقول اكره اختي؟ طب لكن ليش هيك قاسي معهم كتير؟ لانها اتطلقت وقعدت بخلقتنا، ولو ما قسينا عليها وعلى بنتها كانوا فلتوا على حل شعر هون وبهدلوا سمعة العيلة. حلو كتير، وليش ما بتقسى على بنتك بنفس الطريقة؟ ليك بنتك اخذه راحتها، بتروح على الجامعه امتى ما بدها وبترجع، وكمان بتطلع مع رفقاتها امتى ما بدها وبترجع. اختك ماريانا مربايه صح، ما بتفلت. ليش بابا انتم ما عرفتوا تربوا عمتي وبنتها؟ ليكوا على السؤال السخيف. ابدا ما انه سخيف، لانه القصه ما انا قصه تربايه، القصه قصه تسلط. انتم بدكم تمننوهم انه قاعدين عنكم، عرفت ليش بابا؟ شو يا استاذ امجد؟ يا حضره الافوكاتو، بس كبرت وصرت محامي جاي تأسس علي وتعطيني دروس؟ تعال عفو بابا أنا بعتذر، بس كتر الضغط ممكن يولد انفجار، وأنا خايف من كتر ما بتضغطوا عليهم يعملوا شي شغلة. ماما وين رايح؟ نازل لعند عمتي. ما عندك دوام بالمكتب؟ ليك ما عم يرد علي، صاير هو وأختها عم يحاربوني مشان الست ماسة. طنشي
هدول لسه ما بيعرفوا شو يعني مرة مطلقة بالمجتمع. جدو اسمعي، لازم تعرفي انه ما بقيت اسمح ابدا انه هذا الموضوع اللي صار اليوم يتكرر. كلياتكم لازم تعرفوا انه ما بسمح ابدا حدا يضايق ماسا وامها من هلا ورايح ابدا، طوال ما انا عايش، طوال ما انا عايش. الله يطول بعمرك جدي، بس انا بفضل انه نسكر على الموضوع لانه انتهى. بعدين انا وامي تعودنا، يعني صار لنا سنين عايشين على نفس الحاله، وإذا بيتغير شيء بنحس حالنا غريبين. شو هالحكي ست ماسا؟ شو معنى انت سكتي؟ لا قولي لي شربت قهوة؟ أهلين عمتي، لا عم نشرب قهوة، هلا بسوي لك فنجان، تفضل. يلا مرحبا. أهلين أهلين عمجان. أهلين تيتي، دعوة جنبي. يلا هات عمك. بعد إذنك. جدو اليوم المساء أنا وماسا بدنا نطلع مشوار بعد إذنك. ولوين؟ بابا عيد ميلاد رفيقتنا بالجامعة ومعزومين، يعني ما في شيء. ايوه بس يعني أنا ما فهمت ليش عم تخبر جدك وكأني أنا ما موجود. بابا جده قال ما حدا بيتدخل بعمتي وبنتها غير هو، صح جده؟ ايه صح. آه لذلك أنا ما فيني آخذ ماسا غير إذا أخذت الإذن من جده. حلو، لغيت وجودنا فورا. مين أنتو؟ لك أنا ومرتي وأمي وأخي وابن أخي. هلا كل شغله صغيره بدي اعملها بهالبيت لازم اخذ راي كل العيله؟ هلا لسه كنتي عم بتقولي انك تعودتي، شو جرى؟ ايه تعودت، بس في شغلات بتزيد عن حدها، يعني انا رايحه مع ابن خالي، شو انا رايحه مع حدا غريب؟ يلا تعالوا نصوت، مين موافق يرفع ايده؟ شو عم تتمسخري؟ ايه شي بيخلي الواحد يطق مو بس يتمسخر خالي؟ ارفعي صوتك بوشي كمان؟ حازم بكفي بسرعه، أيهم وماسا حيروحوا مشوارهم من هلا ورايح، لازم تعرفوا كلياتكم كلمتي هي اللي بدها تمشي بالبيت، مفهوم؟ تفضل عمتو. تسلم ايديك. شكرا. أيهم شو رأيكم تاخذوني معكم؟ والله يا عم جودة ما خرج هالمرة، على المرة الجاية بنطلع أنا وياكم ريانا وماسا مشوار لحالنا، بس هالمرة ما خرج يعني إلا لصاحبة الحفلة والله ابن عمتي دايخ اللي جايبينه معنا. بس موسى شو رأيك ننزل بسرعة كرمال نلحق السوق ونجيب هدايا وهالقصص؟ ماسا جبت لازمك مصاري؟ لا بابا أنا أعطيتها. يا خوفي يسبقني أيام، يا خوفي لك والله كنت بجن. عمتي صب لك تاكل، انت اليوم ما تغديت منيح. لا يسلموا ايديكي، بركي هالعشاء برجع بتعشى عنكم. مثل ما بدك. عمتي انت لساتك بتحبيني؟ يو شو هالحكي؟ انت نور عيوني. لانه خايف معاملة بابا معكم تكون كرهتك فيني. لا ايو شو هالحكي؟ ابوك وعمك هدول اخواتي وما بزعل منهم شو ما صار. بقى كيف انتو؟ انتو بحطكم بقلبي. خلي لي اياكي يا عمتي، دايما القهوة. صحة وهنا. انا مضطر اروح على المكتب عن اسبوع. الله خلص تيتي. تسلم ايديك تيتي. مع السلامة، الله معك. مع السلامة. مع السلامة. عمتي عيونا بدي اياكي تضلي عم تضحكي، ما بيبقى لك تزعلي. حاضر، تسلم لي. الله ييسر لك. مع السلامة. لعما ما حلهم يطلعوا من البيت؟ معقول يكونوا طلعوا لما كنت بالمكتبة عم مطبع وراء؟
شو بدي ضل ناطرهم؟ رح اتاخر على المكتب. ستين عمر المكتب ماني رايح لشوف وين بدهم يروحوا وامتى بيرجعوا. شايف لوين جايبني استاذ ايهان؟ بعدين شو الصوت العالي؟ انطوش راسي والله ما عم اسمع حالي. انت شبكي شبكي اليوم؟ شو صوت عالي؟ حبيبتي بهيك اماكن اذا الصوت مو عالي ما حدا بيقوم بيرقص، خصوصا اذا مثلك. بتعرفني انا بحب الهدوء وما بحب الصوت العالي. بعدين شو كانك مداوم هون؟ كيف مداوم؟ اول مره بحياتي. بحياتي كذاب. طيب شو رايك نطهم في محل القريب؟ لازم كان فنجان قهوة تهدينا راسنا شوي. تفضل.
شايف؟ شايف الرواق شو حلو؟ لك كل هالمرة اللي طلعتي لقصتك فيها وغيصتي بدك تسرعينا؟ سلمون. بعدين انت مع الاساس بتحبي تسلمي. لا بتحبي تشوفي الشغلة بعينك وتعينيها. لك ايه بس يعني مو كل شيء كل شيء. طيب يا ستي افترضي اجاكي التصميم لمشروع فني ترفيهي. في صالات رقص. ما المفروض تكوني عرفانة المكان، عرفانة احتياجاته، كيف المسرح، كيف القعدة، شو؟ هلا دغري لقيت فتوى للقصة. يعني ضروري كل تصميم بدي صممه كون شايفته. اي طبعا. اي لا مو طبعا، مو ضروري حبيبي. انا بعرف الجو العام لهيك تصميم وبعرف شو احتياجاته وعلى هذا الاساس بصمم. اي بس انت بهيك حالة رح يكون حل تبعك مانو كامل وفي كتير مشاكل. كيف الجلسات الجانبية بدها تصير؟ مكان الرقص او المسرح قد ايه بعيد عن الجمهور؟ الجلسات المكشوفة، الجلسات المخفية. الجلسات المخفية؟ هلا كلامك فيه شوية وجهة نظر، بس يعني ما بينطبق على كل الحالات. مثلا إذا قالوا لي صمم سجن، ضروري روح انسجن وعيش الحالة وشوف الإيجابيات والسلبيات لحتى أقدر صمم سجن مثالي. لا 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 لا، أنت بس يجيكي هيك مشروع بتسلميني يا إلي، براسي بروح على السجن بعمل لك الدراسة. لك أنا عندي استعداد مو بس على السجن، عندي استعداد أطلع على المريخ أعمل لك دراسة لشي منتجع تستقبل كل الطفشانين والمتضايقين، بس المهم تكوني أنت مبسوطة. على المريخ مرة واحدة؟ يا لطيف شو خيالك خصب؟ إيه لا، من ناحية الخصوبة فخصب وزيادة. شو بك يا عبد الرحمن؟ كيف بدي طلعك من السجن؟ ما لقيت وشي غير مريخ. طيب والسجن اللي عايشة فيه من لما كنت صغيرة كيف بدك تطلعني منه؟ لك شبنا هلا كنت عم بقول لك على المريخ. أيهم بلا غلاظة، عن جد أنا حاسة حالي ماني قدراني أتحمل أكثر من هيك. لك يا ماسا كل ما بدي يجي طلعك من هذا الجو مصرة ترجعي له. إيه لأنه أنا ما بدي أبر بنش، أنا بدي الدواء الشافي، بدي حل جذري. ماسا أنا عند وعدي، قلت لك بس نتزوج رح طلعك برا كل هذا الجو، راح عوضك عن كل شيء صار معك. منيح هيك؟ خايفة، خايفة من الأيام الجاية. ماني مصدقة إني ممكن أكون حرة وبدون رقابة وقمع. خلص حبيبتي خلص، بس كون معك لا تخافي من شيء. بعدين جايين على القهوة على أساس نروى ونسمع موسيقى. هدينا شبكي. مع سار. لك عيناك. شو لك بجننوا، أنا بجن 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 لما بشوف فيهم هاي اللمعة. تعرفي شو؟ حاسس حالي عندي موهبة جديدة اليوم. شو هي؟ الشعر. والله عن جد حاسس حالي شاعر، لك مو شاعر، ميكس شعراء. يعني نزار أباني على القيس ملوح على علم على عنترة. كل هدول مع بعض؟ لك أكثر من هدول بكتير. لك أنا كرمال هدول يعني عندي استعداد أطرش معلقة هلا. إيه؟ عيونه. شو رأيك نروح على البيت بلا ما يعلقوا مشنقتنا هلا؟ والله أنا معك بهذا المشروع، بس أنت هيك عم تخسري أهم معلقة البشرية، رح تخسر هذا الشيء. يلا معلش معوضك. ماشي. شو ها؟ أنا معي. لا لحظة لحظة بس كتير غالي. قولك بالمريخ نفس الوضع ولا الأسعار أرخص؟ والله حسب سعر الصرف الفضائي. يلا يلا قوم يا ستي، بس نطلع من هون بيطرشون قصيدة هجاء لهدول الشباب. إذا بدك بنادينا. لا حبيبتي ما في داعي، نعلقلهم إياها على الباب معلقة. شرفي. Thank you.
الظاهر انك اجيت متاخر يا امجد، وابن عمك سبقك. فشار هذا لسه ولد، لازم اتصرف وبسرعه. ملك تساوي لك، انا عم بتفرج على المسلسل. ملاك قومي اعملي لي اعملي لي شاي. وهي اللي بتطلع على اساس انا ما عم بتفرج على المسلسل يعني؟ اها علينا بدنا نعمل قصه مشان كاسه شاي ما عاد يشرب. خلص رح ساوي شاي. ملاك افتحي الطريق. مرحبا. اهلين. الشباك مكشرة أمي؟ ما في شي يفوتوا. مساء الخير عمي. مرحبا. بكير. مساء الخير. أنا بس بدي أفهم، لو ما أيهم كان معك، خالي شو كان عمل فيكي؟ ما كان قصف لك رقبتك راجعة بنص الليل؟ مو على أساس مدموجة بالمسلسل، تفرجي عليه. لا، إذا بدكم تبلشوا الموشح الأندلسي، خلونا نفوت ننام من هلا. وليش مستني؟ ما نفسها السيرة الليلية. ممكن افهم وين كانت الحفلة؟ شو وين كانت؟ وين كانت؟ ميدان عباسيين جومار زملكا وين كانت؟ مزي. ايه بالمزة، فهمنا انه بالمزة. طيب شو بتقعد على الشمال؟ اها ليه حبيبتي محل ما كنتوا ما كان في عشاء؟ ماما حبيبي بالعيد ميلاد بيضيفوا جاتو بيشربوا عصير ما ضروري يحطوا خروف مكتف. ما عدنا نتعشى. شكرا. يلا معك. مالك؟ إيه شو صار بالشاي؟ ما كنت تعشوا؟ ما بدي اتسمم. يلا الشاي صار جاهز. ما بدي اسمع صوت، بدي كمل المسلسل. طرشي طرشي، ما بتكوني مبسوطة. هو هيك، بس بتعرف ما بزعل غير على أمي خطي. لا لا تزعل عليها، رح ريحها. هاني سلام. نعم حبيبتي. شو رايك اطلب ايديك هلا؟ ايه لك انا ايمه. بس بلا بس بلا شيء، بصير اسمي خطيبك وبصير فيني دافع عنك بقوه. طيب ومن مين بدك تخطبني؟ من امي ولا من ابوك ولا من خالي ايمن ولا من جدي؟ عن جد أي ما خطرت لي، بس يفضل من جده. طيب وكم واحد لازم يعطي الموافقة ليمشي الحال؟ ما مهم، المهم جده وأبي وأمك. إيه وبلكي أمك قالت لا. تصطفل، هذا رأيها، المهم بابا يوافق. يعني من كل عقلك أبوك رح يوافق إذا أمك ما وافقت؟ يا حبيبتي شو بدك أنت؟ خلينا نجرب، شو بنخسر؟ وإذا ما حصلنا على الموافقة الجماعية، شو لازم نساوي بوقتها؟ علينا بقطيف شو بتشنع امي، خلينا نضرب هالعجينه بين العين. خلاص بنشوف شو بيطلع معنا. طيب وامتى بدك تخطبني؟ شو رايك الخميس؟ بكون معنا يومين عطله، في حق صار معنا شيء ما مني، بنهدي اعصابنا على مدى 48 ساعه. طيب ماشي، الخميس افتح الموضوع مع اهلك وانا بفتحه مع امي، على أساس شو بصير معنا بنحكي قدام الكل الجمعة. أوكي يلا، أنا عندي شوية دراسة رح نكملها، شوف شو بصير معنا. تصبح على خير. ماشي حبيبي، باي. قلتك امتى بابا رح يعرف اني تزوجت؟ لما يشوفني شي مره ماشي انا وولادي بالصدفه بالشارع. طيب انت ليش ما بتحكي؟ لك كيف بدي احكي معه؟ اولا انا ما معي رقمه، ثانيا هو عايش بلبنان وانا طلعت من عنده عمري 10 سنين، يعني ما بعرف عنوان البيت، يا دوب متذكر شكل البيت من جوا ومن برا وطريق المدرسه، مو اكثر من هيك. امك ما معها رقمه؟ بلا معها، بس ما بدها تحكي معه. لك ما عم بقول لك هي تحكي معه، جيبي بس الرقم. لا ما بدي،
هو بعمره ما جرب يجي على الشام ويسأل عني، ليش أنا بدي أسأل عنه؟ بعدين بجوز فكرني متت. طيب مثلا بركي هو اللي ما بعيد الشر. إيش طلعتي بتحبي؟ ليش في حدا بالدنيا ما بيحب أبوه شو ما كانت سلبياته؟ بس أنا بحياتي ما حسيتك هيك، يعني ما ولا مرة شفتك عم تعبري عن هذا الشيء. لأني حاقدة عليه. بس هذا الحقد بيزيكي أكتر ما بيزي هو. شو بيعرفني؟ خلص أيهم، سكر عن الموضوع وانسى أني حكيت. لو كيف بدي انسى يا ماسا؟ قلبي عم يتقطع عليك لما بشوفك هيك. أيهم. شو حبيبي؟ أنت عن جد بتحبني؟ ما شاء الله عليك يا السؤال. يعني لتكون أنت ما بتحبني بس شفقان علي، حكم أنه شايفني كيف كل الوقت زعلانة وكيف كانوا يعاملوني بيت جدي. اسمعي لالي، نحن درسنا سوا، ربينا سوا، وعم نعيش كل تفاصيل حياتنا مع بعض سوا. إذا ما حبيتك مين بدي أحب؟ لك أنا مو بس بحبك، أنا بعشقك وبموت عليكي وفيكي وبلاكي. اسمعي لالي، بكره بس نتزوج إلك مني وعد، رح آخذك من إيدك ونروح ندور على أبوكي. شوفي، تحاكي، تعاتبي، تضمي، اللي بدك إياه. شو رأيك الوعد درسنا؟ ألو، يا حبيبتي، إيه هلا طلعت من المحاضرة. يلا يلا ما تأخر، باي باي. خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج؟ شو يعني؟ اسمعي اسمعي شو بتقول فيروز. بعرف شو بتقول فيروز بس ما فهمت عليكي شو يعني. أمي بلكي عند بابا في عيشة أحسن من عيشتي هون. شو يعني؟ بدك تعيشي عند أبوكي تتركيني؟